جلسة مساءلة الحكومة يوم الاثنين حنعقد جلسة دولة الرئيس إن شاء الله ونرسله بأول ما نخلصه على مجلس النواب. أبو فعور يحذر من التصويت لأن التصويت يعني انقسام. وفضل الله يقول بالنسبية نربح الوطن. بفوت الوزير مديون على الحكومة بيطلع ملياردير. المعلم عن مجزرة خان شيخون. أن الجيش العربي السوري لم ولن وسوف لم يستخدم هذا النوع من السلاح ليس ضد شعبنا وأطفالنا بل حتى ضد الإرهابيين. أهلا بكم. يعقد مجلس النواب اليوم وغدا جلسة المناقشة العامة للحكومة، وتشهد الجلسة مداخلات للنواب تتناول قانون الانتخاب وقضايا حياتية أبرزها سلسلة الرتب والرواتب وخطة الكهرباء. وقد أعلن الرئيس سعد الحريري أن مشروع قانون الانتخاب سيكون في جلسة الحكومة الاثنين المقبل، ورد النائب وائل أبو فعور محذرا من أن التهويل بالتصويت على إقرار قانون انتخاب يعني التقسيم، فيما اعتبر النائب حسن فضل الله أن الحل هو إجراء انتخابات وفق النسبية الكاملة على أساس دائرة واحدة أو دوائر عدة، ونريد أن نصل إلى هذا القانون بالتفاهم. واليوم شهدت الإدارات العامة إضرابا لموظفي القطاع العام استنكارا للتمادي في تجاهل حق الموظفين بسلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة. ننتقل إلى مجلس النواب مع زميلة رواند أبو خزام. رواند، ماذا عن سير المناقشات حتى الساعة وأبرز الملفات التي تم تناولها في الكلمات؟ كما بدأ بالعلن كاترين، وهذه الجلسة العلنية تم طرح فيها كل الملفات بدءا من الملفات التي تهم المواطن المعيشية والاقتصادية وصولا إلى الملفات التي طرحت مؤخرا على جلسات مجلس الوزراء، منها خطة الكهرباء والموازنة العامة وعدم وجود بند متعلق بإيرادات سلسلة الرتب والرواتب في الموازنة، وهذا ما كان هناك صوت اعتراض داخل مجلس النواب لعدم وجود هذا البند في الموازنة. وأيضا الملف الأهم هو ملف قانون الانتخاب الذي يدور في حلقة مفرغة بحسب كل النواب والوزراء المعنيين في هذا الملف، وليس هناك حتى الآن أي توافق على أي قانون يرضي جميع الأطراف. وكما ذكر الرئيس سعد الحريري في مستهل الجلسة أن قانون الانتخاب سيكون ضمن جلسة متخصصة لمجلس الوزراء نهار الاثنين، على أن يكون التوافق هو أساس على أي قانون سيطرح داخل المجلس. وهذا ما دعا النائب وائل أبو فعور، الوزير السابق وائل أبو فعور، إلى ضم صوته إلى صوت الرئيس سعد الحريري والتشديد على موضوع التوافق على قانون الانتخاب، وحذر من التصويت عليه. وعن هذا الموضوع إلى جانب النائب ألا عون عن كتلة التغيير والإصلاح، اليوم سعادتك تم التحذير من التصويت وأنتم مصرين على إنتاج قانون انتخاب جديد، هل معقول توصلوا للتصويت رغم الأصوات المعترضة داخل المجلس؟ أولا نحن يعني ما حدا بيجتزئ، نحن بعدنا رايحين إلى الآخر في منطقة التوافق إلى أقصى الحدود، ونحن بنعرف أنه وأنا شخصيا يلي تصدوا بعدة مراحل أيام اللجان النيابية لمنطقة التصويت، بالعكس هذا موضوع إلى التوافق، بس نحن عمليا صرنا بالأيام الأخيرة لحسم موضوع أنه الانتخابات، لأنه ما يواجهنا حتى في حال عدم الحسم هو الفراغ. السبب عمليا نحن نجرب نوصل لمحل نقدر نوصل إلى اتفاق، إذا هذا التوافق وهذا الاتفاق ضل متعذر لآخر تكة بدنا نجرب بالتفاهم مع بعض نحط آليات لحسم ما تبقى من خلاف حول الصياغة المطروحة، وإذا كان جزء من هذا التفاهم أنه يحصل تصويت
فليكن هذا اللي بيحسم القصة بيناتنا. ولكن بس لكن خلينا بعد نعطي المساحة الكافية. نحن سبق وقلنا بأول أسبوع وكررناها أكثر من مرة، نحن في الأسبوع الأخير الذي تنتهي فيه النقاشات، بدليل أصلاً كمان أن الحكومة التنين عاملة جلسة، يعني كل ما تبقى من نقاشات من محاولة اتفاق من تفاهمات سيحصل هذا الأسبوع. لكن ساعتك في أصوات كمان اليوم عم بتقول أنه التمديد وارد، وتمديد من دون الاتفاق على قانون انتخاب جديد. التمديد مثل قانون الانتخابات أيضاً يحتاج إلى توافق، وهو أصلاً بالنسبة لنا مرفوض نهائياً ومعروف ما وقفنا منه، وليس واردا، وهو مشروع أزمة ومشكل كبير بالبلد ومواجهة. فإذا نحن بزيت المنطقة اللي عم نقول فيه بدنا نوصل إلى تفاهم حول ما يحصل بما يخص الانتخابات، بدنا نوصل لتفاهم بالمرحلة اللي جاية، وأكيد المرحلة اللي جاية نحن بدنا الحل الوحيد لعدم الوصول إلى مشكل لا بموضوع التمديد ولا بموضوع الفراغ ولا بموضوع قانون 60 هو نوصل إلى قانون انتخابات جديد. بسؤال أخير، يعني اليوم اللقاء الديمقراطي وبصوت عالي عم بيقول إنه في قانون نافذ هو القانون 60 فلتجرى الانتخابات وفق قانون 60، هل معقول نوصل لهيدا؟ هيدا رأي فريق واحد بيضرب الحيط كل أفريقيا الآخرين، يلي يعني فعلا حريص إنه ما نتجاوزه بضمن التوافق عليه، أيضا هو يكون حريص ما يتجاوز كل الباقيين برأيهم. بعتقد عنده ثغرة كتير كبيرة اليوم اللقاء الديمقراطي بإنه يحكينا بهيدا المنطق بالوقت اللي هو يعني مسكر الباب على أي تفاهم آخر، وأي بالعكس هو مطلوب منه إنه يلاقينا على نصف الطريق، ما حدا يستهدفه وما حدا بده يخله من حقه، إنما هو ما بيقدر يختصر كمان حقوق الآخرين. شكرا لك ساعتك كاترين. كما استمعت، ليس هناك منا أي توافق على أي قانون انتخاب حتى الآن، والمهل الدستورية ستنفذ وليس هناك أي توافق على أي قانون، لذلك إن المهلة الأخيرة هي هذا الأسبوع على أن يتم تحديد المسار ما بعد هذا الأسبوع، هل سيكون هناك تصويت وبالتالي سيكون أزمة جديدة أم هناك مجابهة للفريق الفراغ الدستوري أو الفراغ التشريعي من خلال غياب مجلس النواب، وسيكون أيضا للرئيس نبيه بري موقف جدا تصعيدي. وبمعلومة أخيرة، أن هناك أيضا مداخلة لكتلة التنمية والتحرير وعلى لسان النائب علي بازي، وسيطرح أيضا قانون الذي طرحه الرئيس بري المختلط 64 و 64، أم الاتفاق على أي قانون يرضي جميع الأطراف. كاترين، نحن سنستمع الآن رواند إلى أبرز ما جاء في كلمات النواب الذين تناوبوا على الكلام قبل ظهر هذا اليوم. الحكومة أنجزت كتير بوقت قصير بفضل التضامن بين كل مكوناتها والجدية بالتعاطي مع الملفات. نحن بالحكومة راهنا على التوافق السياسي بتم ترجمته بمجلس الوزراء، الرهان مستمر، لكن إذا كان المطلوب نقل النقاش والتفاوض إلى طاولة مجلس الوزراء فنحن على استعداد لهذا الشيء. الحكومة عند التزامها بانتخابات نيابية وبرفض الفراغ بالسلطة التشريعية، والمدخل لذلك هو القانون الجديد، وأنا حأحرص على مجلس الوزراء نعرض مشروع قانون قريبا ان شاء الله. يوم الاثنين حنعقد جلسه دوله الرئيس ان شاء الله ونرسله باول ما نخلصه على مجلس النواب. يجب ان يبقى التوافق هو العنوان، والتوافق هو العنوان يعني استبعاد التصويت واستبعاد التهويل بالتصويت، لأن التصويت يعني انقسام، وإذا حدا مع كل الاحترام والتقدير لكل الأحجام الكبرى ولكل القامات الكبرى مفكر إنه في قانون انتخاب ممكن ينعمل بالبلد بالتصويت فبيكون عم يخذنا على مغامرة غير محسوبة. تصويت يعني الانقسام. ثانياً، بلفت نظر دولة الرئيس، إذا في قانون بده يجي على مجلس الوزراء، مين أعد القانون؟ مش مفترض وزير الداخلية يعد القانون؟ وزير الداخلية ما أعد قانون. في قانون مقدم من الوزير جبران باسيل، في قوانين أخرى تتطاير، لجنة رباعية وغير رباعية، عي أساس نحكي كقوة سياسية موجودة بمجلس الوزراء وانا نناقش قانون؟ في تسويات بمخالفات تمت بأرقام فوق 10 مليون دولار، وفي وزراء كان يعني توقيعه تحت المليون ما بينزل، بفوت الوزير مديون على الحكومة بيطلع ملياردير،
يا دولة الرئيس معروف أنه موضوع الجمارك موضوع واضح. بلش من مرفأ طرابلس لمرفأ بيروت للمطار للمعابر البرية، عملوا لجنة الحكومة ونحن بنشد على إيدهم وبنقول لهم معاكم، بس تفضلوا تفضلوا كافحوا هذه الظاهرة اللي عم تخسر الدولة 700 ل 800 مليون دولار حسب بعض الأرقام بالسنة. طيب لتسلط الضوء عليهم بمرفأ بيروت وكانوا عم يهربوا طلعوا على مرفأ طرابلس. نحن من وجهة نظرنا النسبية الكاملة هي الحل. لبنان دائرة وحدة، دوائر وسطى متوسطة ما في مشكلة، لكن النسبية الكاملة. لقد شبع الناس عناوين رنانة وشعارات فارغة لا تقدم حلولا ملموسة. هذا يحتم على الحكومة وعلى هيئات الرقابة والقضاء المختص في الدولة أن لا تتناسى ولا تجهل المسؤولية عن الهدر والإهمال الذي كلف الوطن خسائر جسيمة من لحم المواطن وعلى حساب حقوقه وكرامته ورفاهيته تقدر بما يزيد عن 25 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الـ 11 الماضية. الميجا للجية والـ 190 لزوق مشيت، 560 ميجا لدير عمار ما مشيت. بس سؤال بسيط، اللي انعمله كلف الميجا 1,200,000 دولار، بالمشروع ال 560 ميجا اللي مقدمينه على دير عمار تكلفه بحدود ال 500 بحدود 670,000 دولار الميجا. مشي الغالي وما مشي اللي علينا فيه وفر فيه. نحن اليوم ما طلبنا الأكيد، البواخر مش هي الحل، البواخر بإنشاء محطات توليد، والموضوع المالي مش هو المشكل، لأنه كل الشركات اللي بتعطيك المولدات اللازمة بتعطيك التمويل اللازم، وهيدي بيكون عمرها الاستهلاكي بحدود 25 سنة، عوضاً ما نحن نكون عم ندفع أجار على فترة 5 سنين أو على فترة 3 سنين، ومنكون غطينا التكلفة الكاملة للباخرة ونرجع نعطيها لصاحب الشأن كائن من يكون بعد 5 سنين بصفر تكلفة له، بيقدر بعد يستثمر 20 سنة. أنا أتمنى على معالي على دولة رئيس مجلس الوزراء أن يعود إلى برنامج الإصلاح الإداري يلي وضع من قبل متخصصين على مدار سنتين ونحن نشتغل فيه، برنامج كامل الذي يعالج فيما يعالج موضوع الفساد وموضوع الهدر في الإدارات. إدارات لا تعمل إلا من خلال ساعات بسيطة في النهار. مكافحة الفساد عنوان تجمع عليه كل القوى السياسية، وكأنه من يرتكبون الفساد في لبنان هني أليانز هودي بأفلام الخيال العلمي جايين من كواكب أخرى وعم بعيثوا فسادا بدولتنا ومؤسساتنا. إضراب عام لموظفي القطاع العام بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة لتحقيق المطالب. التفاصيل مع آدم شمس الدين. آدم، بماذا يطالب هؤلاء المضربون؟ نعم كاترين، كما بات معلوما شهدت أغلب أو معظم الإدارات العامة في لبنان اليوم إضرابا شاملا بعد أن دعت إليه رابطة الموظفين في الإدارات العامة، وذلك للمطالبة وللمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب كما نوقشت في اللجان النيابية. إضافة إلى هذا البند كان هناك عدد من المطالب التي رفعتها هيئة الموظفين في الإدارات العامة، أبرزها عدم المس بدوام العمل والذي كان قد نوقش سابقا بأن يتم تعديله لكي يصبح دوام العمل حتى الساعة 5 من بعد ظهر كل يوم. وأيضا كان هناك مطلب لرفض المادة 37 من السلسلة، والتي يعني بيجري الحديث عنها فيما يتعلق بمحاسبة الموظفين في الإدارات العامة. أيضا هناك مطلب الرابع وهو تصحيح جداول الفئات الأكثر غبنا في السلسلة، وأيضا رفض مبدأ
يبدأ وقف التوظيف فيما يتعلق بالمتعاقدين. نحن الآن في إحدى مراكز وزارة الاتصالات في منطقة بئر حسن، حيث يعني شهدت أيضا هذه الوزارة إضرابا من الموظفين، حيث امتنع جميع الموظفين في الإدارات العامة من استقبال أو تسليم المعاملات للمواطنين. وربما يخدم هذا النهار أو هذا الإضراب الأول الذي تنفذه هذه الآية كخطوة تحذيرية أولى للجان النيابية والمجلس النيابي بعدما تأخر إخراج سلسلة الرتب والرواتب. للحديث أكثر عن هذا الموضوع مع الآن عضو الهيئة إبراهيم نحال، يطلعنا أكثر عن مدى فعالية هذا الإضراب اليوم وأيضا عن الخطوات التصعيدية التي يمكن اتخاذها لاحقا. يعطيك العافية أول شيء، كيف توصف هذا الإضراب اللي صار اليوم، وهل هي رسالة تحذيرية سيلحقها خطوات تصعيدية؟ الإضراب كان ناجح بامتياز على كافة الأراضي اللبنانية، كان في عنا التزام شامل من كافة الموظفين بكافة الإدارات العامة، وهذا الإضراب هو صرخة باتجاه السلطة السياسية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب العادلة والمنصفة للموظفين الإداريين والفنيين، وأعطانا 121% مع مفعول رجعي منذ سنة 2012 أسوة بالقضاة وأساتذة التعليم الجامعي. طيب، الجامعة اللبنانية في حال لم يتم الاستجابة للمطالب، هل يعني شو الخطوات التصعيدية اللي ممكن اتخاذها؟ نحن باتجاه خطوات تصعيدية أكثر، باتجاه الرابطة الهيئة الإدارية سوف تدعو إلى اجتماع الأسبوع، دعيت اليوم إلى اجتماع لتقييم هذا الإضراب، واعتبرته إضراب ناجح وكان صرخة قوية ومضوية بوجه هذه السلطة، وأسبوع القادم إذا الله بريد سوف تدعو إلى اجتماع تعد سلسلة تحركات تصاعدية باتجاه تصعيد الأمور أكثر وأكثر للضغط على السلطة لإقرار هذه السلسلة اللي احنا من لأي حق ومطلب للموظفين الإداريين. طب شو بتقولوا للمواطنين اللي ما قدروا يعملوا معاملاتهم وما ينجزوا أي من المعاملات اليوم؟ نحن بنعتذر للمواطنين، نحن لسنا بهواة إضراب، نحن موظفين وظيفتنا خدمة المواطن بشكل دائم وباستمرار، ولكن لجأنا إذا هذه الخطوة السلبية لأنه تحت الضغط اللي عم يمارس علينا، يعني إنه نحن بانتظار 5 سنين من التسويف من المماطلة، وبكرة وبعد بكرة. طيب لو أقروا السلسلة لم نكن ما بنوصل لليوم، يعني لهالشيء لو وصلنا له. مشان هيك نحن كمان بنعتذر من المواطنين لعدم إمكاننا اليوم من تنفيذ رغباتهم وخدمتهم، وبنقول لهم إنه بكرة نحن على هبة الاستعداد لمعاودة خدماتهم بالشكل العادي وبالشكل الطبيعي، ولكن إذا بدنا نضطر كمان نرجع ناخذ خطوات سلبية كمان رح نعتذر لهم، ورح نقول لهم انه هذه السلسلة ليست موجهة ضدهم، نحن مع اقرار السلسلة دون المس بذوي الدخل المحدود والهيئات والشعب الاكثر فقرا، نحن مع اقرار هالسلسلة دون دفع تدفيع ضرائب للشعب الفقير، نحن مع اقرار الضريبة بوضع ضرائب على حيتان المال وعلى المصارف، ويروحوا يتوجهوا لهونيك إذا الله بيريد ويفرضوا ضرائب ويعطونا السلسلة اللي هي حق ومطلب لنا. شكرا كثير لك. تجري الإشارة كاترين أيضا بأن يوم غد هو دوام يعني عمل عادي في كافة الإدارات العامة، يستثنى منها اليوم الذي شهد إضرابا شاملا. طبعا سيكون لنا تقرير مفصل في النشرة المسائية اليوم. كاترين، شكرا لك أدم. دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى استناد التشكيلات والمناقلات القضائية على قواعد الكفاءة والخبرة ونظافة الكف بعيدا عن التبعية السياسية كي تتمكن من ممارسة دورها. التفاصيل مباشرة من قصر بعبدة مع زميلة ليال سعد. ليال، ماذا عن تفاصيل موقف رئيس الجمهورية بشأن المناقلات القضائية؟ نعم كاترين، بالبداية دعيني أبتدأ من وصول في هذه الأثناء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى قصر بعبدة للقاء الرئيس عون، ومن المفترض أن تكون هذه الزيارة بهدف دعوته للمشاركة في قداس عيد الفصح الأسبوع المقبل. أما بالنسبة وكان قد ساد كلام عن لقاء مهم عند الساعة 3 ليتبين أنه وصول البطريرك الراعي، وعندما كان الكلام أيضا عن وصول
وفد من حزب الله، ولكن مصادر بعبدة نفت هذا الموضوع نفيا قاطعا أن هكذا لقاء لم يتم، إن كان بعيدا عن الإعلام أو بالمجمل فهذا اللقاء مع وفد من حزب الله لم يتم بعد، ولكنه لا يزال مرتقب، ليس اليوم ولكن هذا اللقاء مرتقب، ومن المتوقع أن يجتمع وفد من حزب الله إلى الرئيس عون قبيل الجلسة يوم الاثنين التي دعا إليها الرئيس الحريري، والتي ستعقد هنا في قصر بعبدة وهي مخصصة للبحث في ملف قانون انتخاب جديد. أيضا بالإشارة إلى أن هذا الموقف سيكون موقف حزب الله الذي سيطلع الرئيس عون عليه سيكون موقف نهائي من ملف قانون الانتخاب، خصوصا أن كان للوفد للحزب عفوا ملاحظات عديدة على اقتراح قانون الوزير باسيل الأخير. أما قبل ظهر اليوم فكان للرئيس عون لقاء مع رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد الذي دعا خلاله الرئيس عون إلى أن تستند التشكيلات القضائية التي سوف يعوده مجلس القضاء الأعلى على قواعد الكفاءة والخبرة ونظافة اليد، وأن تكون بعيدة عن التبعية السياسية لتتمكن السلطة القضائية من ممارسة دورها وإحقاق الحق والعدالة والمساواة. وأيضا تكلم الرئيس عون نوه الرئيس عون بالتضحيات التي قدمها القوى الأمن في سبيل المحافظة على الاستقرار، ومعنى بذلك التضحيات التي استشهاد العسكريين في الأونة الأخيرة خلال تنفيذهم مهمات أمنية في عدد من المناطق اللبنانية. وقال أن التضحيات التي قدمها هؤلاء الشهداء تشكل حافزا لقوى الأمنية كافة على المضي في تطبيق القوانين والتشدد في ملاحقة المطلوبين، ولن تكون هناك أي هداوة في ملاحقة المخلين بالأمن، كما لن تكون هناك مناطق خارجة عن سلطة الأجهزة الأمنية. إذن كاترين هذه هي الأجواء من بعبدة، سنكون معكم برسائل أخرى فور انتهاء اللقاء بين البطريرك الراعي ورئيس الجمهورية ميشيل عون. كاترين. نعم شكرا لزميلة ليال سعد من بعبدة. نفذ موظفو مراكز الضمان الاجتماعي في كل المحافظات إضرابا رمزيا اليوم احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، والتزاما بهذا التحرك مع كافة فروع الضمان الاجتماعي في لبنان. فإن النقابة وبصفتها المؤتمنة على هذه المؤسسة وديمومة عمل مستخدميها، فإنها تعلن للقاصي والداني أنها لن تسمح بالمساس بالاستقرار المالي لهذه المؤسسة، وتستنكر قيام الحكومة بتمرير هذه المواد في مشروع قانون الموازنة للعام 2017، وندعو وزير العمل بصفته وزير الوصاية على المؤسسة وكافة أجهزة المؤسسة من مجلس الإدارة وإدارة ولجنة فنية عائلة مجابهة هذا المشروع وتحمل مسؤوليتهم على كافة الأصعدة. ماذا تعني براءة الذمة للضمان الاجتماعي؟ مادتين كارثيتين بمشروع قانون الموازنة يجب وقفه وخلص، هذا المختصر المفيد. وقف براءة الذمة يعني المداخيل المالية كلها بالضمان سوف تتوقف، هذا شيء واضح. أي إيقاف لبراءة الذمة نقدر نوقف براءة الذمة المالية، نقدر نوقف براءة الذمة البلدية، وبراءة الذمة بكهرباء لبنان وقفناها خربت كهرباء لبنان. براءة الذمة هي الحصن المنيع لإيصال حقوق الدولة كاملة. ليش برأيك عم تتخذ هذه الخطوة هلا؟ ما بحكم على النوايا، أنا بحكم على عملي، أنا بالشارع لوقف مفاعيل هذين المادتين. في حال لم توقف في إلنا تحركات على الأرض، هيدي بدايتها تصاعدية. نفذ موظفو ديوان المحاسبة إضرابا أمام مبنى ديوان بناء على توصية رابطة موظفي الإدارة، فتجمعوا أمام إدارتهم رافضين بعض البنود التي يحملها مشروع السلسلة لما فيها من إجحاف بحق كافة الموظفين، ولا سيما زيادة الدوام وإنصافهم بالدرجات، وطالبوا مجلس النواب بالإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب لأن ذلك حق لهم منذ سنوات مع مفعول رجعي، وهذا حق مكتسب لكل العاملين في القطاع العام. أنا بدي أشكر اليوم كل موظف بالقطاع العام التزم بقرار الهيئة الإدارية لرابطة موظفي القطاع العام بالالتزام بالإضراب العام، ونحن إضرابنا مش عن عبث،
مش لهواية الإضراب. نحن أضرابنا من شان الحصول على سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة لكل موظفي القطاع العام ولكل الأسلاك يلي هي ضمن القطاع العام. تعبونا من شان إقرار سلسلة عادلة ومنصفة. عم نقول عادلة أما بدنا أكثر من حقنا، بدنا حقنا على القد، بدنا حقنا ويمكن أقل بشوي، بس بدنا شوي من حقوقنا كموظفي القطاع العام. الدولة هي رب عملنا، هي بينا، فتهتم فينا، تهتم فينا، لأنه كل ما ماطلوا بالحقيقة عم بيشوهولنا صورتنا إنه نحن كموظف بدنا ناخد شيء كتير من الدولة، عم ناخد من قدام غيرنا. لا، نحن عم ناخد حقوقنا على الأرض. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم عقد مؤتمرا صحفيا في دمشق، أعلن فيه أن الجيش لم ولن يستخدم أي سلاح كيميائي، وأعلن الأمم المتحدة عن إدخال مواد كيميائية إلى الإرهابيين. والغارة للطيران السوري جرت في الساعة 11:30 من اليوم ذاته على مستودع للذخيرة تابع لجبهة النصرة، تواجد فيه مواد كيميائية. الدليل أن الهدف كان مستودع للذخيرة أن المنطقة التي حدث فيها ما صور بأجهزة الفيديو من خلال القبعات البيضاء ومرصد لندن لحقوق الإنسان كلها حول نقطة دائرة صغيرة، لو كانت غارة جوية باستخدام سلاح كيميائي لانتشر ذلك على مسافة دائرة قطرها أكثر من كيلومتر. جبهة النصرة وداعش والمجموعات الإرهابية استمرت بتخزين أسلحة كيميائية في المدن وفي المناطق المأهولة بالسكان، وبصراحة كنا بأكثر من 100 برقية، وافينا مجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمعلومات عن إدخال مواد كيميائية من العراق إلى داعش وجبهة النصرة ومن الحدود التركية باتجاه إدلب. من هنا أقول أن هذه الجوقة التي انطلقت على الساحة الدولية تكونت من دول معروفة بتآمرها على سوريا، إن كان دول إقليمية أو دول على الساحة الدولية. أؤكد لكم مرة أخرى أن الجيش العربي السوري لم ولن وسوف لم يستخدم هذا النوع من السلاح، ليس ضد شعبنا وأطفالنا بل حتى ضد الإرهابيين الذين يقتلون شعبنا وأطفالنا ويعتدون على الآمنين في المدن من خلال قذائفهم العشوائية. كلنا نشهد انتصارات الجيش العربي السوري في مختلف الجبهات التي أدت إلى تحولات على الساحة الدولية في مواقف بعض الدول. هل يعقل أن نستخدم سلاحاً كيميائياً في هذا الوقت الذي نتفائل فيه بإدراك الرأي العام العالمي لحقيقة المؤامرة الإرهابية في سوريا؟ أريد أن أتطرق إلى المواقف الفرنسية أو البريطانية، لكن يهمني جملة قالتها مندوبة أمريكا في مجلس الأمن بالأمس بأن المعلومات ليست متوفرة لديهم حول ما جرى في خان شيخون، لكن أصابع الاتهام تتجه باتجاه النظام السوري. وهذا طبيعي ألا تتوفر، لأن بعد ساعة من الإعلان عن ما جرى في خان شيخون بدأت الجوقة تتحرك في مختلف عواصم الغرب. والغريب أن الولايات المتحدة التي لا تملك معلومات عن ما جرى كانت هذه المعلومات لدى السيد ديمستورا عندما قال بأن ما جرى جرى من الجو، هو نسي أن يسمي الطيار. بعد الإعلان وزير الصحة في الجردري.
أهلا بكم من جديد. استقبل رئيس حسين الحسيني القائمة بالأعمال السعودي وليد البخاري، وجرى في أثناء اللقاء البحث في المستجدات المحلية والتطورات الإقليمية. أكد رئيس الحكومة سعد الحريري في خلال رعايته صباح اليوم افتتاح مؤتمر طريق الحرير حزام واحد وطريق واحد في لبنان أنه يكفي أن ننظر إلى الخريطة لنرى كيف أن لبنان شكل نقطة تلاق بين الغرب والشرق، وأشار عرف أن النقطة الصينية تقول أن 1.5 مليون يمكنهم أن ينزلوا في فندق في الصين، ولكن كي أعبر عن حجم المسألة فإنها تشبه كما لو أن 500 مليون لاجئ أتوا إلى الصين بين ليلة وضحاها. هذه هي حالتنا الحقيقية في بلد فيه 4 ملايين لبناني فقط. باختصار ما نقوله هو التالي: نشكر المجتمع الدولي على ما قدمه من مساعدة إنسانية للنازحين السوريين، ونأمل بالتأكيد أن تستمر، ولكن بنيتنا التحتية وخدماتنا العامة هي ببساطة ليست مصممة لهذا التدفق الهائل من المستخدمين. زار وفد قيادي من التنظيم الشعبي الناصري برئاسة الدكتور أسامة سعد مقر الحزب الشيوعي، والتقى الأمين العام حنا غريب، وتطرق اللقاء إلى الاستحقاقات السياسية ولا سيما قانون الانتخابات وضرورة إقرار القانون النسبي ولبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي. النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة. التركيز على الموضوع المرض الأساسي اللي عم بيعاني منه البلد هو هذا النظام الطائفي المذهبي اللي عم بيولد كل هالأزمات. ضرورة فرض ضرائب على حيتان المال، على اللي عم بيأمنوا الأرباح الهائلة بدون ما يعطوا للفقراء وللموظفين حقوقهم، لا بالأجور ولا بسلسلة الرتب والرواتب ولا بأي شيء له علاقة بخدمات العامة للمواطنين. هذه التحركات على مستوى المناطق وعلى مستوى بيروت وصولا لتشكل كل سواء الطريق إلى أول أيار. إلى أول أيار تحرك وتظاهرات ضخمة ستشهدها بيروت احتفالا بقدوم هذا العيد، وتكون كل التحركات هذه هي نوع من محطات تحضيرية لطرح احتفالات. ندعو لقانون الانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة وخارج قيد الطائفة واعتماد النسبية الشاملة، فضلا عن القضايا الأخرى المرتبطة برفض حزبينا لموضوع فرض ضرائب على الفئات الشعبية وإقرار السلسلة اللي هي حق للمطالبين بها. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حصباني أن تأمين سلامة الغذاء في صلب عمل الوزارة وليس أمرا عرضيا، وشدد حصباني في خلال لقاء حواري مع طلاب المعهد الأنطوني على أن الغاية من حملات التفتيش وآخرها على المسالخ والكبيس ليس تقديم مادة إعلامية أو إقفال مطعم أو مؤسسة غذائية، بل السهر على صحة المواطن وضمان سلامة الغذاء التي تبدأ من المصدر. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بكشف دوريا على المصانع والمدارس والمؤسسات، وتعمل مع وزارة الداخلية من أجل تفعيل المراقبين الصحيين في البلديات ليقوموا بواجبهم في نطاق عملهم بالبلدية. وعقب اللقاء افتتح حصباني قسم الحضانة في المعهد الأنطوني، وجال برفقة رئيس الدير الأب جورج صدقة والقيمين على الحضانة على أرجائه، وشارك الأطفال ألعابهم، ثم أقيمت على شرفه مأدبة غداء. بعد الإعلان مقتل إسرائيلي في عملية دهس. أهلا بكم من جديد. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على بلدة خان شيخون بريف إدلب السوري باعتداء على البشرية، وقال في حديث لصحيفة نيويورك تايمز: هذا عار، أعتقد أن هذا اعتداء على البشرية، ذلك خارج إدراك الإنسان، لماذا فعل أحدهم ذلك؟ واتهم ترامب مجددا باراك أوباما بعدم الوفاء بتعهداته فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وقال: كانت اللحظة المهمة بالنسبة للشرق الأوسط عندما وضع أوباما خطا أحمر، غير أنه تم انتهاكه على الفور ولم يتخذ أوباما شيئا ردا على ذلك.
في الضفة الغربية أصيب صباحا شاب فلسطيني، فيما قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخرون في عملية دهس على مفترق مستوطنة عوفر شرق رام الله. وقد ذكرت مصادر عبرية أن فلسطينيا يقود سيارة من نوع بيجو هاجم بسيارته دولية عسكرية كانت تقف على مفترق المستوطنة شرق رام الله، ما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بجروح. ووفقا لمصادر إسرائيلية، فبعدما قام الفلسطيني بعملية الدهس فر بسيارته، ولكن قوات الاحتلال طاردته وأطلقت النار عليه ما أدى إلى إصابته. وفي وقت لاحق أكدت مصادر فلسطينية أن منفذ عملية الدهس هو شاب مالك أحمد موسى حامد البالغ 21 عاما من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وقد تم اعتقاله. في جنوب روسيا وقع انفجار في أحد شوارع مدينة روستوف لم تعرف طبيعته بعد، وأسفر عن إصابة شخص بحسب ما أفادت مصادر أمنية. ونقل عن شهود قولهم أن الانفجار وقع قرب مدرسة في شارع سادوفايا وأن عامل صيانة قد أصيب. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنه يمكن تحويل الأمل بإنهاء الحرب على سوريا إلى واقع من خلال محورين عمليين، الأول هو مكافحة الإرهاب والثاني بإجراء المصالحات مع كل من يريد إلقاء السلاح والعودة إلى حضن الوطن. وأشار الرئيس الأسد في مقابلة مع صحيفة كرواتية إلى أن أغلبية السوريين لا يقبلون موضوع الفيدرالية لأنها مقدمة للتقسيم، ولا يوجد مبرر بوجود الفيدرالية وهو موضوع مفتعل الهدف منه الوصول إلى حال مشابهة لحال العراق. بعد بدء الحرب وبعد الموقف الفرنسي المؤيد للإرهابيين توقفت سوريا عن التعاون الأمني مع كل تلك الدول، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تعاون أمني وعداء سياسي، لابد أن يكون هناك اتفاق سياسي واتفاق في المجالات الأخرى منها الأمن. بالنسبة لي، هل يمكن أن يكون هناك وقاية لأوروبا من خلال هذا التعاون الأمني؟ في الظروف العادية نعم، لكن في الظروف الحالية لا، لأن أوروبا أو عدد من الدول الأوروبية تقوم بدعم الإرهابيين بشكل واسع، وهي ترسل إلى سوريا عشرات الآلاف من الإرهابيين أو تدعمهم بشكل مباشر وبشكل غير مباشر لوجستيا بالسلاح بالمال بالغطاء السياسي بكل شيء. عندما تصل لهذه المرحلة من الدعم للإرهابيين تتحدث عن عشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف في سوريا وفي مناطق مجاورة، فيصبح التعاون الأمني محدود الفعالية. عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الرياض جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ومنح العاهل السعودي رئيسة الوزراء البريطانية في مستهل الجلسة وشاح الملك عبد العزيز، وناقشا بعد ذلك العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين المملكتين وسبل تطويرها إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكانت ماي قد بدأت أمس زيارة إلى السعودية تستغرق يومين، وركزت مباحثات اليوم الأول على التعاون في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب من خلال مباحثات منفصلة أجرتها مع كل من ولي العهد الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع. كان في هذه النشرة جلسة مساءلة الحكومة. يوم الاثنين حنعد جلسة دولة الرئيس إن شاء الله، ونرسله بأول ما نخلصه على مجلس النواب. أبو فعور يحذر من التصويت. لأن التصويت يعني انقسام. وفضل الله يقول بالنسبية نربح الوطن. بفوت الوزير مديون على الحكومة بيطلع ملياردير. المعلم عن مجزرة خان شيخون. أن الجيش العربي السوري لم ولن وسوف لم يستخدم هذا النوع من السلاح، ليس ضد شعبنا وأطفالنا بل حتى ضد الإرهابيين. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.